بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله مجلساً مباركاً من المجالس التي تحفها الملائكة وتتغشاها الرحمة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، فهي مجالس الذكر التي يتلى فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتعلم الناس فيها أمور دينهم، لا سيما ما يتعلق بأمور العقيدة التي هي أصل الأصول، وهي أهم ركن من أركان الإسلام، وهو ركن التوحيد. ولذلك جاءت رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة، العقيدة الواسطية، التي يبين فيها رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة، مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العقيدة أو التوحيد هي أهم ما يجب على المسلم أن يتعلمه، فإن التوحيد هو أول ما يدخل به العبد الإسلام، وهو المأمور به من الله عز وجل، قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا أرسله بالتوحيد وبالأمر بعبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك ما يعبد من دون الله، فإن هذا هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي متضمنة للنفي والإثبات، نفي عبادة غير الله عز وجل وإثبات العبادة لله عز وجل الذي هو المعبود وحده، خالق السماوات والأرض، الذي له الملك وله الحمد وحده لا شريك له. لذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة بيّن وسطية أهل السنة والجماعة، وأن عقيدتهم هي ما كان عليه السلف الصالح، وما كان عليه القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وأثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار ورضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذه ميزتهم، أن الله عز وجل رضي عنهم لأنهم كانوا على الحق وعلى الهدى وعلى النور، ولذلك أثنى الله عز وجل عليهم وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت في خير قرون بني آدم على الإطلاق. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه وعصره هو أفضل عصور بني آدم على الإطلاق، لأنه صلى الله عليه وسلم هو خير بني آدم، وهو خير الأنبياء والمرسلين، وخاتمهم وإمامهم والمقدم فيهم، وهو الشافع المشفع، وهو صاحب الحوض المورود، وصاحب الشفاعة العظمى، وصاحب المقام المحمود. ولذلك كان زمنه وكان عصره هو أفضل عصور بني آدم على الإطلاق، ويقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
فإنهم كانوا على الهدى وعلى الحق. ولذلك فإن الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة لم يتجاوز القرآن والحديث، ولم يتجاوز ما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، فإنهم كانوا على الحق والهدى. يقول ابن مسعود: من كان مستنًا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا، قومٌ اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل اختار خير الناس لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبًا وبعدًا للذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلونهم غرضًا لهم بالسب والشتم واللعن، فهؤلاء هم أبعد الناس عن الدين وأبعد الناس عن الحق، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نقلوا لنا الدين، هم الذين نقلوا لنا القرآن الكريم والسنة المطهرة، أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى والذي أمرنا باتباعه والاقتداء بسنته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الأسوة وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن هذه العقيدة التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه الرسالة العظيمة، العقيدة الواسطية، فيها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وما كان عليه سلف هذه الأمة من الحق. فبين رحمه الله أركان التوحيد وأنواع التوحيد، سواء كان ما يتعلق بتوحيد الربوبية وهو إثبات أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المحيي وهو المميت وهو السيد الذي لا يشاركه أحد في هذه الصفات، في صفات الإحياء والرزق والإماتة والملك العظيم الباقي، فهو الحي القيوم تبارك وتعالى. وأيضاً ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وما يجب لله عز وجل مما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأسماء الله عز وجل في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى ونتقرب إليه بهذه الأسماء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، إلى آخر الدعاء. فهذا هو التقرب إلى الله عز وجل ودعائه بأسمائه. لا ندعو الأولياء ولا أصحاب القبور ولا أصحاب المشاهد ولا الأضرحة، لا ندعوهم مع الله عز وجل كما كان يفعل المشركون في الجاهلية، فإنهم كانوا يدعون أصنامهم ويذبحون لها وينذرون لها ويسافرون إليها. فجاء الإسلام بإبطال هذا الأمر، وأن هذا من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وهو الشرك بالله. وهؤلاء المشركون كما ذكرنا لكم في الدرس السابق ما كانوا ينكرون وجود الله عز وجل وأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، وإنما كانوا
يعبدون هذه الأصنام يزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فجاء الإسلام بتحريم هذا الأمر وبمنعه، وأن الله عز وجل يدعى بدون واسطة. فالله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وجاء في الحديث الصحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. ما قال تدعو الآلهة أو أصحاب القبور أو الأولياء أو المشاهد، لا تدعوهم، فإنك إن دعوتهم مع الله عز وجل فقد أشركت والعياذ بالله. لا تجعل مع الله إلها آخر، لأنك إذا عبدت، وأعظم أنواع العبادة هي الدعاء، بل الدعاء هو العبادة. وقد فسر العلماء العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن أعظمها الدعاء والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والمحبة والرجاء والتوكل وغيرها. كل هذه ما تصرف إلا لله عز وجل، أنواع العبادة لا يصرف منها شيء إلا لله عز وجل. وهذا مقتضى قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. أعظم آية في القرآن الكريم هي سورة، أو أعظم سورة هي سورة الفاتحة. أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة التي اشتملت على الثناء على الله عز وجل والدعوة إلى عبادته والبراءة من طريق أهل الضلال والمغضوب عليهم والضالين. وأعظم آية فيها الفاتحة معانيها في إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة لله عز وجل، قدم الضمير هنا إياك نعبد ليدل على الحصر وعلى القصر. العبادة لله والاستعانة بالله والاستغاثة بالله عز وجل. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن هذه الأنواع في هذه العقيدة ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنهم كانوا على الحق وعلى الهدى. وقل أن تمر على آية في القرآن الكريم إلا وهي متضمنة لأنواع التوحيد. فآيات القرآن إما أنها دعوة إلى عبادة الله عز وجل، أو لبيان ما يتصف الله عز وجل به من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية وهو وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا كما ذكره العلماء أنه هو التوحيد العلمي الخبري، لأن الله أعلمنا وأخبرنا بما يستحقه عز وجل من إفراده بالربوبية وإفراده بهذه الأسماء والصفات التي لله تبارك وتعالى. ثم فيها دعوة إلى عبادة الله عز وجل، وهذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو ما يقتضيه توحيد الربوبية. فإذا كان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بيده الخير وبيده الشر وبيده النفع وبيده الضر، فهو إذن المستحق للعبادة. مقتضى توحيد الربوبية وأن الله عز وجل متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، وأن بيده ملك السماوات والأرض، وأن الخير والشر بيد الله عز وجل، وأنه هو النافع الضار المحيي المميت، إذن هو المستحق وحده للعبادة. فهذه الآلهة التي اتخذها المشركون
ويتجه إليها بعض جهلة المسلمين من المشاهد والقبور لا تنفع ولا تضر، وليس بيدها خلق ولا رزق ولا إحياء ولا إماتة ولا رد للغائب ولا شفاء للمريض. ولذلك الله عز وجل هو الشافي وهو الكافي، وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا مقتضى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن نتخذ الله عز وجل هو المعبود وحده لا شريك له، ولا نصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. وأيضا مما يشتمل عليه القرآن الكريم أيضا ما ذكره الله عز وجل في ثواب الطائعين وما أعد الله عز وجل لعباده الصالحين من النصر في الدنيا والتمكين، وما أعد الله لهم عز وجل في الآخرة من الثواب الجزيل من في جنات النعيم. وما يتعلق أيضا بالنهي عن الشرك وما أصاب الكفار والمنافقين وأعداء الإسلام من النكال والعذاب كما حصل لقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم من الأقوام وقوم موسى، ما أهلكهم الله عز وجل به من العذاب لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسله، ولذلك عذبهم الله عز وجل. فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أغرقه الله، ومنهم من أخذته الريح. كل هذه الأنواع ذكرها الله عز وجل في القرآن ليحذر من سبيل المشركين ومن سبيل الضالين ومن سبيل المغضوب عليهم الذين كذبوا الله وكذبوا رسله. فالقرآن بين ما أعده الله عز وجل للمشركين والمنافقين من العذاب سواء في الدنيا أو ما يلحقهم في الآخرة والعياذ بالله من الخلود في النار، لأنه لا يدخل الجنة مشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة كلها في بيان أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا هو التوحيد العلمي الخبري أو توحيد الألوهية، توحيد العبودية، وهو التوحيد العملي أو التوحيد الإرادي الطلبي الذي يطلبنا الله عز وجل أن نفعله. فهناك إفراد الله عز وجل بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، وتوحيد الله عز وجل بأفعال العباد هذا توحيد الألوهية. فالأول توحيد الربوبية الذي هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، فهذا توحيد الله عز وجل نفرده به. وأما أفعال العباد من الصلاة والصيام والدعاء والنذر والذبح والتوكل والخوف والإنابة، كل هذه أنواع العبادة هي أفعال العباد يفرد الله عز وجل بها، فلا يصرف شيء منها لغير الله عز وجل. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد أشرك والعياذ بالله. والمشركون مصيرهم إلى النار إذا مات المشرك ولم يتب قبل موته والعياذ بالله، فإن مصيره إلى النار. وهذا بيان خطر الشرك وأنه أكبر الكبائر. ولذلك على العبد أن يتعلم التوحيد ليلقى الله عز وجل وهو راض عنه، لا يشرك بالله عز وجل شيئا، لا في دعائه ولا في عبادته ولا في ذبحه ولا في نذره ولا في رجائه ولا في توكله ولا في تعلق قلبه به. فيكون المؤمن متعلقا قلبه بالله عز وجل توكلا ومحبة وخشية واستعانة واستغاثة، وأن تعلم أن الله عز وجل هو الذي يدفع عنك البلاء، وهو الذي يثيبك على الأعمال الصالحة، وهو الذي يجير من استجار به، وهو الذي يجيب من دعاه، ومن توكل على الله كفاه ونصره وأعزه.
فهذا هو مقتضى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. لذلك نؤكد على هذا الأمر الذي هو الأصل الأصيل الذي هو التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنها مبنى العبادات كلها على هذا الأصل. فمن انحرف عن هذا الأصل لا يقبل منه لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة. إذا كان يذهب لأهل القبور يذبح لهم وينذر لهم أو يدعوهم أو يتمرغ على أعتابهم أو يتمسح بهم، هذا والعياذ بالله من الشرك أو وسائل الشرك التي نهى الله عز وجل عنها. فما أرسل الله عز وجل رسله إلا لتحقيق العبادة ولإفراد الله عز وجل بالعبادة من التوكل والدعاء والنذر والذبح وغيرها. فمن صرف شيئا منها لغير الله فقد نقض توحيده وأفسد إسلامه وأفسد عبادته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني المشركين، فجعلناه هباء منثورا. لو عمر المساجد وبنى المستشفيات وتصدق على الفقراء والأيتام ولكنه يشرك بالله فلا يقبل الله عز وجل منه عمل. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولذلك العبادات مبناها على الاتباع. ونحن في شهر شعبان، هذا الشهر بين يدي شهر رمضان المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. وسألته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا. ولما سأله أسامة بن زيد عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه، فأحب أن يرفع لي فيه عمل صالح. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان لأنه كالنافلة بين يدي شهر رمضان. فمن تعود على الصيام في شهر شعبان سهل عليه صيام شهر رمضان. كما أن السنة بعد شهر رمضان صيام ست من شوال، كأن هناك سنة قبلية وسنة بعدية بصيام شعبان أو أكثر شعبان وصيام الست من شوال. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان وقال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم. شهر رجب كان العرب تعظمه في الجاهلية وهو من الأشهر الحرم. وبين شهر رمضان، بين فرض الصيام في شهر رمضان، فيغفل الناس عنه. أما قيام ليلة النصف من شعبان فلم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة صلاة ولا صيام ولا قيام ليلها. وبعض العلماء يرى ذلك، ولكن الحديث لم يصح فيها، لم يصح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام ليلة النصف من شهر شعبان، ولا أثر ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والعبادات مبناها على التوقيف، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام في شهر شعبان فنصومه ونتقرب إلى الله عز وجل بصيامه. قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصيام والصدقات والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع العبادات، لا سيما بين يدي شهر رمضان المبارك الذي هو من أعظم الشهور
وأفضلها، وأوجب الله عز وجل علينا صيام شهر رمضان المبارك. فهذا من العبادات التي شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ونأتي إلى كلام شيخ الإسلام لبيان بعض آداب وأخلاق الإسلام التي تميز بها المسلمون وتميز بها أهل السنة والجماعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: وأهل السنة والجماعة يأمرون بالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي الحديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم. نعم، هذا بيان لما عليه أهل السنة والجماعة، وإن كان الواجب أيضاً أن يكون عليه كل مسلم من اتباع ما كان عليه السلف الصالح، وهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، فهم كانوا على الهدى وعلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن اليهود قد اختلفوا على 71 فرقة، والنصارى اختلفوا وتفرقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية المنصورة من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق أو في الآداب، كلهم على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن الأول والقرون المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وذكر أن فيهم الصديقون، وفيهم الصالحون، وفيهم الشهداء، وفيهم الأبدال، وفيهم العلماء، وفيهم مصابيح الهدى. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والكتاب ولله الحمد محفوظ، والسنة محفوظة، فالله عز وجل تكفل بنفسه تبارك وتعالى بحفظ القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر، يعني القرآن، وإنا له لحافظون. لم يوكل الله عز وجل حفظ كتابه لأحد من خلقه، وإنما تكفل هو بحفظ القرآن.
ولذلك لا أحد يستطيع أن يغير أو يبدل شيئا من كلام الله عز وجل. الأطفال الصغار على 10 سنين و15 سنة ونحوهم وأصغر وأكبر يحفظون كتاب الله عن ظهر قلب وعن ظهر غيب، ولله الحمد يحفظون كلام الله عز وجل، ولو أخطأ إمام الحرم لرده أي واحد من المسلمين، لأن الله عز وجل قد كفل لهذه الأمة حفظ كتابها وجعل أناجيلها في صدورها. ومن وصف الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل أن هذه الأمة أناجيلها في صدورها، قد حفظوا القرآن بين أضلعهم. فإذا حفظ الشاب الصغير القرآن الكريم في بداية عمره اختلط القرآن بلحمه ودمه وأصبح عليه سهلاً. فالله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر للحفظ، يحفظه الصغير والكبير والرجل والمرأة. الله عز وجل وصف هذه الأمة بهذه الصفة العظيمة أن أناجيلها في صدورها، لو فنيت المصاحف تمزقت احترقت، فحفظ القرآن محفوظ في صدور المسلمين. ولذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجمع جمع القرآن بين دفتين، وإنما جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع عمر بن الخطاب، جمعوا القرآن من صدور الصحابة ومما كانوا يكتبونه، ثم جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف قريش، لأن القرآن نزل على 7 أحرف، فجمعهم على القرآن الإمام، لأن الصحابة تفرقوا في البلدان، فكان بعض الناس يقول قراءتي أفضل من قراءتك، فأراد عثمان رضي الله عنه ذي النورين الخليفة الراشد الثالث أن يجمع المسلمين على مصحف واحد، فكتب لهم مصاحف وأرسلها إلى الأمصار والبلدان، أرسل إلى العراق مصحفا وإلى الشام وإلى مصر وإلى مكة، وبقي معه في المدينة مصحف، المصحف الإمام، فكانت هذه المصاحف محفوظة، وحفظ الله عز وجل القرآن في صدور الصحابة وأملوه بحضور زيد بن ثابت الذي كان يحضر الختمة والعرضة الأخيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام. وفي العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل مرتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن مرتين في شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن ذلك إلا لحضور أجله صلى الله عليه وسلم، وحضر العرضتين زيد بن ثابت الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فطلب منه عمر وأبو بكر رضي الله عنهما أن يجمع القرآن الكريم من صدور الصحابة، فالقرآن محفوظ في الصدور، وأيضا السنة شارحة ومبينة له. فلذلك نطمئن ولله الحمد على أن ديننا محفوظ، ليس لأحد يستطيع أن يغير أو يبدل فيه، فقد تكفل الله بحفظه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق، ليسوا فقط في بلد واحد وإنما في بلدان من بلدان المسلمين، هم على الحق وعلى النور، متمسكون بالقرآن، متمسكون بالسنة. فشيخ الإسلام رحمه الله يبين بعض هذه الآداب التي ذكرت في القرآن وذكرت في السنة المطهرة من الإحسان إلى الوالدين وإلى الأرحام وإلى الجيران وإلى المساكين وإلى الأيتام، وهذه من آداب الإسلام وأخلاق المسلمين. والله عز وجل قد فرض الزكاة على الفقراء،
فرضها للفقراء والمساكين. ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن فقال إنك ستأتي أهل كتاب، لأن كان هناك يهود في اليمن وكانوا أهل كتاب، قال إنك ستأتي أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، فبين أن المال الذي يؤخذ من الأغنياء يرد على الفقراء، على فقراء المسلمين، ولذلك الزكاة المشروع أن تفرق على أهل البلد الذي فيه الأغنياء، ولا تخرج إلى البلدان الأخرى إلا إذا لم يوجد هناك فقراء في هذا البلد. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول من أخلاق الإسلام ومن آدابهم ومما عليه أهل السنة والجماعة الإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. وبينا أن هناك يعني فرق بين المسكين واليتيم والفقير، المساكين والفقراء. الفقير هو الذي لا يجد حاجة، الفقير أشد حاجة من المسكين، أما المسكين هو الذي يجد بعض الشيء لكنه لا يكفيه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن إليه فيتصدق عليه. والمسكين هو الذي يتعفف، هو الذي يتعفف عن السؤال، أما الفقير هو الذي لا يجد شيئا. فمن آداب الإسلام ومن فروض الدين أداء الزكاة للفقراء والمساكين وابن السبيل، وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة، قال تعالى إنما الصدقات للفقراء، الأصناف الثمانية الذي خصهم الله تعالى بالزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ولهذا جعل الله عز وجل الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام على التجار والأغنياء، ومن يملك نصاب الزكاة أن يخرجها للفقراء إذا دار عليها الحول السنة، دار على المال عندك الحول، دارت السنة، دار العام، وعندك نصاب من المال فيجب عليك إخراج الزكاة. والزكاة إن تخرج لهذه الأصناف الثمانية، الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة على جلبها والمؤلفة قلوبهم الذي نرغب في دخولهم إلى الإسلام وفي بقائهم على الدين، وفي الرقاب الذي عليه رقبة عليه دية، والغارمين الذي عليه غرامة أو أصلح بين الناس وتحمل مالا فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، وفي سبيل الله الذي هو الجهاد في سبيل الله تصرف على المجاهدين لتقويتهم، وابن السبيل وهو الذي انقطعت به الأسباب ولو كان غنيا ولكنه ذهب إلى بلد وافتقر، انتهى ما عنده من المال أو سرق أو ضاع عليه من المال، فهذا هو ابن السبيل. فالإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل هذا مما حث عليه الإسلام. فالفرق بين المسكين والفقير أن الفقير هو شديد الحاجة، وأما المسكين فهو الذي عنده بعض الشيء ولكن لا يكفيه، وهم أهل الزكاة. بعض الناس عنده راتب
3,000 4,000، لكنه لا يكفيه. إذا جاء 10 في الشهر انتهى، ذهب ماله، فهذا وعنده أسرة وعنده، فهذا يستحق الزكاة، يستحق أن يعطى من الزكاة. وأما الذي عنده مال يكفيه وهذا الراتب يكفيه، أو ما عنده من تجارة أو نحوها، فلا تصرف له الزكاة. أما ما كان من كان عنده ما يكفيه من طعام وشراب ولباس وسكن أو تكسب أو وقف، فإنه هذا لا يسمى فقيرا ولا يسمى مسكينا. فالإحسان إلى الفقراء والمساكين مما أمر الله عز وجل به، ووجه الإحسان إليهم هؤلاء أن الفقر والجوع أسكنهم وأضعفهم وكسر قلوبهم، فمن محاسن الإسلام الإحسان إليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضائل الأعمال، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والمرأة التي مات عنها زوجها وعندها أطفال أو ليس عندها أطفال وهي فقيرة، فهذه الأرملة، فيجوز إعطاؤها من الزكاة. والساعي عليها الذي يعطيها المال وينفق عليها فهو كالمجاهد في سبيل الله، بل قال صلى الله عليه وسلم وأحسبه قال كالقائم لا يفتر، كالقائم الليل يصلي طول الليل لا يفتر من الصلاة، وكالصائم لا يفطر، هذا الساعي على الأرملة والمسكين. وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. كذلك ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر وليس عنده شيء، انقطعت عليه النفقة، أيضا إذا نزل عليك ابن السبيل، نزل عليك ضيفا، فإنه يجب عليك أن تكرمه وأن تعطيه من الزكاة، لأنه غريب ومستوحش. فإذا آنسته بإكرامك له وأحسنت إليه فهذا مما أمر به الإسلام، ومما تميزت به شريعة الإسلام شمولها لكل شؤون الحياة. أما أمور الفقراء والمساكين وأبناء السبيل والأعمال الخيرية، لا سيما ونحن في إقبال على شهر رمضان من تفطير الفقراء والمساكين وتفقد المحتاجين وتفقد الأقارب والأرحام الذين ينقص عليهم شيء من نفقة رمضان، فهذا من الإحسان إليهم ومما تضاعف به الحسنات. فمن فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا، فهذا فضل الله عز وجل. إذا فطرت 2 من الصائمين أو 10 أو 20 فلك مثل أجورهم، لا ينقص من أجرهم شيئا، فهذا من فضائل الأعمال. من فطر صائما على تمر أو مذقة لبن أو ماء فله مثل أجره، لا ينقص من أجره شيئا. وأيضا مما أمر الله عز وجل به الإحسان إلى المماليك وإلى العمال وإلى البهائم، فهذا مما أمر الله عز وجل به، وإن الله كتب الإحسان في كل شيء. فإذا كان عندك عمال أو خدم في بيتك فإنك تطعمهم مما تطعم وتكسوهم مما تلبس ولا تكلفهم ما لا يطيقون، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كلفتهم ما لا يطيقون فأعنهم أن تعينهم على حمل شيء أو على كسوة أو نفقة أو طعام أو غيرها من أعمال البر والإحسان. بعض الناس أو بعض التجار تجده يتصدق ويدفع أمواله يمينا وشمالا، والعاملين عنده في شركته أو في مؤسسته لا يعطيهم شيئا، وهم فقراء ومساكين ومحتاجين. فالأقربون أولى بالمعروف ممن يعمل معك في شركتك أو في مؤسستك أو في تجارتك، هؤلاء أو خدمك الذين في بيتك وهم فقراء ومساكين، فلا يمنع أن تعطيهم ما يكفيهم. وهذا مما أمر الله عز وجل به الإحسان إلى اليتامى وإلى الفقراء وإلى المساكين وإلى العاملين العمال وإلى البهائم.
الإسلام امتد إحسانه حتى إلى البهائم. إذا إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإسلام دين الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى للبهائم والطيور. وإذا زرع العبد زرعا وأكلت منه البهائم أو الآدمي أو الطيور فإن له أجرا. إذا زرع العبد زرعا وأكلت منه الطيور أو البهائم أو إنسان أو محتاج فإن لك أجرا في ذلك، في كل كبد رطبة أجر، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو طيرا أو وحشا فإن لك بذلك الأجر. فهذا من بيان شمول الإسلام لكل محاسن الأعمال ولكل فضائل الأخلاق، فهو دين الرحمة ودين العدل ودين الإحسان. فالرفق بالمملوك سواء كان إنسانا أو عاملا أو من البهائم، سواء كانت مما تركب أو تحلب أو تقتنى، فإن ذلك من الإحسان إليها. ففي وقت الشتاء تجعلها في المكان الدافئ، وفي وقت الصيف تخرجها إلى المكان البارد، وهذا مما يدل على كمال شرعنا. ومن عقيدتي ومن أخلاق أهل السنة والجماعة في مقابل هذا الإحسان أنهم ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والكبر والاستطالة على خلق الله بحق أو بغير حق. والفخر يكون بالقول أنا فلان أو ابن فلان، أو بالفعل، أو بالبغي بالعدوان أو الاستطالة والترفع على خلق الله عز وجل. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، انظروا خطر الكبر، هذه من أحاديث الوعيد. ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطعهم الناس بأقدامهم. فلا تتكبر يا عبد الله على عباد الله، فهذا إخوانك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال له رجل من الصحابة يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. قال صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر إنكار الحق. إذا قال لك إنسان حق فيجب عليك أن تسلم وأن تقبل. وغمط الناس هو احتقارهم، احتقار إخوانك المسلمين هذا من الكبر. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر لله عز وجل، الكبرياء إزاره والعزة رداؤه، فمن نازعه في أحد منهما أدخله الله النار والعياذ بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من آداب الإسلام، إن الله أوحى إلي، أوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا وهو لا ينطق عن الهوى، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه الإمام مسلم في صحيحه. تواضعوا لعباد الله، لا تتكبروا على إخوانكم، ولا يفخر أحد على أحد. إنما الميزة بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزة بين العباد بالتقوى، لا يرفع الله عز وجل إلا التقي.
فالميزة للمتقين والعاقبة للمتقين. أوحى الله إلى رسوله أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: لو دعيت إلى كراع أو ذراع، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو دعاه أحد إلى قطعة لحم ذراع أو كراع لأجبت، لأجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الجارية في المدينة البنت الصغيرة تأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حاجة، فتمسك بيده فيمشي معها في إلى أي شارع من شوارع المدينة ليقضي حاجتها عليه الصلاة والسلام، فما كان متكبرا ولا مترفعا على الناس. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ما تواضع عبد لله عز وجل ولإخوانه المسلمين وألان لهم الجانب وألان لهم الكلام وتواضع لهم، ولو كان رئيسا أو وزيرا أو أميرا أو سيدا أو إماما أو عالما، إذا تواضع لإخوانه المسلمين لا يزيده ذلك إلا رفعة عند الله عز وجل. والله عز وجل نهى عن الكبر في القرآن، قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. هذه من وصايا لقمان لابنه، وهي وصايا لجميع المسلمين: لا تمشي في الأرض مرحا، لا تختال في مشيتك، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فأهل السنة والجماعة ينهون عن الكبر وعن الخيلاء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: وهذا ليس من الكبر وليس من الترفع، وإنما كان من حث الناس على طلب العلم. قال: لو أعلم أحدا هو أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه. كان ابن مسعود الصحابي الجليل، وهو من قبيلة هذيل، القبيلة العربية الحجازية رضي الله تعالى عنه، كان يقول، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن القادم من خارج المدينة يظن أن ابن مسعود من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسول عليه الصلاة والسلام من قريش، وابن مسعود من قبيلة هذيل، هذا من قبيلة والنبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة، لكن كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فإنه رضي الله تعالى عنه في هذا الكلام ليس ترفعا ولا تعاليا، وإنما هو يحث على طلب العلم وعلى تعلم كتاب الله، ويدعو الصحابة والتابعين إلى تلقي العلم عليه. فهذا ليس من الكبر وإنما من دعوة الناس لطلب العلم. وقد أرسله عمر رضي الله تعالى عنه إلى أهل العراق أميرا عليهم وإماما يعلمهم ويدرسهم، فشكاه أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه لهم: أنا آثرتكم بعبد الله، يعني ابن مسعود، وإنه لكنيف ملئ علما من فرق رأسه إلى أخمص قدميه. كان رضي الله تعالى عنه دقيق الساقين، رقى شجرة فضحك الصحابة رضي الله عنهم من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ليس بكبر الأجسام، قال: تعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لهي عند الله في ميزان الله أثقل من جبل أحد. ساقي ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد، الجبل العظيم. فالناس يتفاضلون بأخلاقهم وبعلمهم وبتواضعهم وبعلمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فأوحى الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالفخر بالأنساب والطعن في الأحساب هذا من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، من أمور الجاهلية التي نهى عنها الإسلام، وبين أن التميز إنما هو بالتقوى. ومما أمر الله عز وجل به ومما تميز به أهل السنة والجماعة النهي عن البغي والعدوان على الناس، والبغي هو العدوان على الخير، سواء كان بغياً على الأموال أو بغياً في الدماء أو في الأعراض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل الكعبة وكبر في نواحيها وصلى، ثم خرج ووقف على باب الكعبة وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال في حجة الوداع للصحابة رضي الله عنهم: أي شهر هذا؟ قالوا: هذا شهر ذي الحجة. ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنه يسميه بغير اسمه. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة، يعني أليست مكة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس شهر ذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا. فدماء المسلمين معصومة، لا يحل مال امرئ مسلم ولا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه الخارج عن الجماعة، هذا هو الذي يحل دمه. أما دماء المسلمين فهي معصومة. فالاعتداء على الأنفس وعلى الأموال وعلى الأعراض مما تحرمها شريعة الإسلام، وهي من البغي، سواء في الدماء أو الأموال أو الأعراض. فالأموال مثل أن يدعي ما ليس له، أو ينكر ما كان عليه، أو يأخذ ما ليس له، فهذا من البغي على الأموال. وفي الدماء أن يعتدي على الناس بالضرب أو القتل أو بالجرح أو نحوها، مثل ما ترون في بعض بلدان المسلمين من سفك الدماء والتجري على دماء المسلمين. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فدماء المسلمين معصومة، أنفس المسلمين معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها. فما بالك بالذين يفجرون في المساجد أو يفجرون في مجامع الناس ويزعمون أن هذا من الإسلام أو من الدين. ليس هذا من الدين وليس هذا من الإسلام أن تفجر في هؤلاء الغافلين الذين ليس لهم دخل، ليسوا محاربين، ليسوا في ميدان معركة حتى تفجر فيهم، إنما هم يتعبدون الله عز وجل في مساجدهم، أو يبيعون ويشترون في أسواقهم، أو يسيرون في شوارعهم. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على إخوانه المسلمين بالقول أو بالفعل أو بسفك الدماء، فإن دماء المسلمين معصومة، فلا يجوز البغي والعدوان عليهم. وكذلك الأعراض، لا يجوز للمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم، سواء بالغيبة التي يشوه فيها سمعته، والغيبة من الكبائر، الله عز وجل نهى عن الغيبة: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مثل الغيبة وهو ذكرك أخاك بما يكره. قال الصحابة: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن ما فيه ما تقول فقد بهته.
فالبهتان وأن تتكلم في أخيك المسلم في عرضه أو في نفسه تشوه سمعته أو تعتدي على أهله بأي اعتداء فهذا من المحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكبر الكبائر أن يزني الرجل بحليلة جاره، بزوجة جاره أو قريبته، فهذا من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرم الاعتداء على الأعراض، وسواء بالكلام أو بالفعل، فالكل محرم. أهل السنة والجماعة ينهون عن الاعتداء على الأموال والدماء والأعراض سواء، والاستطالة على الخلق سواء بالاستيلاء عليهم سواء بحق أو بغير حق، لأنه إذا كان لك حق فأنت تأخذه بدون استعلاء ولا تكبر ولا ترفع، فهذا كما قال العلماء حقيقة الأمر أن من شكر نعمة الله عليك أن الله إذا من عليك بفضل على غيرك من مال أو جاه أو منصب أو سيادة أو علم أو غير ذلك، فإنه ينبغي عليك أن تتواضع لإخوانك المسلمين حتى تضيف إلى ذلك الحسن حسنا، لأن الذي يتواضع في موضعه فهو هذا من الرفعة، فإن التواضع في موضع الرفعة هو التواضع حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق، فقد كاد حسن الخلق أن يذهب بخيري الدنيا والآخرة. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وانصر جنودنا المرابطين على حدودنا الذين يدافعون عن بلاد الحرمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وعليك بأعداء الإسلام في كل مكان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.